من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. باسم تنسيقية طلاب الجامعات الحكومية والأهلية، خرجنا اليوم بأقلامنا ودفاترنا لتسجيل موقفنا البطولي الذي سيجتاح كل الفساد والحطام المحاط بنا، وستكون وقفتنا وقفة رجل واحد عازم على اقتلاع الطائفية من جذورها، وسنحرث أرض الوطن ونزرعها بالإنسانية العادلة، وسنجني ثمار هذه الثورة بأصدارنا وعزيمتنا، وسيسمع دوي أصواتنا مرتزقة الأحزاب في الخضراء المحصنة بفسادهم. قميصنا الأبيض سيرعبهم لأنه أنزع وأنضف من أحزابهم القذرة. إن غيرة العراق لا زالت تجري في عروقنا، وأننا على عهدنا باقون للتظاهر والمسير، وسنكسر حواجز الياس بعزيمتنا وأصرارنا. لن يخوفنا أي تهديد وأي ضغط من جميع عمادات الكليات، لن يهددنا ولن يخوفنا أبدا. سنستمر بالاعتصام ونزيد ما نقص. لعائدكم بأننا على الدرب صائرون لحين تحقيق جميع مطالب المتظاهرين. سلاما على العراق وهو ينتظر، سلاما على أبنائهم غيارة. سنبقى صامدين حتى تحقيق المطالب المشروعة. الرحمة والخلود لشهدائنا وكبارة الأبرار. عاش العراق، عاش العراق. أقوى من أسمعكم، عاش العراق.